الفنان المبدع والاستاذ مين اخوك ابو طلالك يا ابو طلال حبيب قلبي يسعد قلبك الحين فعلا تفاجات اني امس جايين في طائرة انت اعتزلت فعلا انت ثلاث سنوات مرحبا بك في الجنة هذا معناته ثلاث سنوات ما يسأل والله جدي ابو طلال لا مسلسل خلاص اه بس برامج عادي اي لا برامج حواريه اعلانات عندك اعلان؟ اوكي حلو طيب انت ما عندك سناب؟ ولا حبه يا رجل بس احب سنابك الله يديم لانه في كل خير الله يرفع قدرك يا حبيبي طيب بس تويتر؟ ما عندي كل اللي موجودين هذا سويت مره اسبوعين وطفشت وقفلت يا رجل والله الباقي كله خربوط مو حق طيب سؤال طب نشوف انت عندك سناب؟ بدأ يطقطق مع السلامة طيب أبو طلال بأمانة ليش اعتزلت؟ ليش تركتها؟ على المسلسلات؟ إي جاتنا حموضة مرة والله حموضة يعني. مرة حموضة من ال يا أخي نصوص ما أدري دعيت الله قلت اللهم جني خيرا مما أنا فيه طيب إيش رأيك في الجيل الجديد اللي طالع على والله رب بأمانة والله في شباب عسل 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 كذا تقول يا رب إن شاء الله يعني يعطيهم كل خير يا رب شبابنا حلوين وزي عسل وفي حماس بس أهم شيء ركزوا في شيء في السينما لو جاك عمل سينمائي مع بعض كوميدي يبغى يضرب زي حبيبك مناعي الجميل ابدا ما عندي مشكله هي بس المسلسلات ما حبيت كثير من النصوص ما حبيت جو كذا يعني مو غديت وخلص والله حليت والله يسعدك شوف يسعدك يا حبيبي سجل لي شو اسمه سجل تليفوني اذا بدك اي شيء من عمان ايه انا جاهز والله انكم كرماء يا العم حبيبي قسما بالله انكم عظماء الله يديمك